السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نديرو هاد السواقه. هذه سميتها نجمه ديال القطبان، ماشي نجمه ديال الكروشي. شتي هي النجمه ديال الكروشي هذه، كنا راني دايره انا فيديو بها، دايره بها هذا سميتو شنود وسميت الكاشكول اللي كيدير على العنق واللي كيدير بوندو، دايره بها هذه النجمه ديال الكروشي. اما نجمه القطبان هي هذه اللي غنديرو اليوم، سهله. هاد النجمه ديال الكروشي كتاخذ شويه الصوفه، هادي لا ديال القطبر ما كتهش الصوفه بزاف، وتا هي كتجي زوينه، كتجي حلوه. نقدروا نديروا بها نفس الشيء، نديروا بها بوندون، نديروا بها شنود بالنسبه للبنيتات، داكشي كيجي زوين، ولا دير بها تريكو. المهم هادي اللي غادي نديروا اليوم. بالنسبه اللي ما مشتركش في القناه ديالنا، مرحبا بها، تشترك معنا وما تنساش تفعل الجرس. واذا عجبتكم الفيديو في الاخير ديروا لي لايك وخليوا تعليق الا بانت لكم شي حاجه ماشي هي هذيك في الفيديو ولا شي حاجه. المهم مرحبا بكم كاملين. اذا تفضلوا باش نبداو ان شاء الله. اليوم غادي نديروا غرزه النجمه. غرزه النجمه كيفاش غادي نديروا ليها؟ غادي نحتاجوا صوفا. انا عندي هنايا القطبان، غنخدم بالصوفا الغلط ديالها مويان، وخدمت شي شويه القطبان كثر منها باش تجيني الخدمه متسعه، ما تجيش مزيره بزاف. اذا انا خدمت القطبان خمسه. شنو ناقصني؟ خصني باش غادي نديرو، انا ديجا انا بديت غنديرو العيون، عدد مضروب في ربعه زائد وحده. بالنسبه اللي ما كيعرفش كيفاش يقسم على ربعه ولا يدير على ربعه، غادي يبقى غادي بحال دابا اربعه، يزيد ربعه اخرين، يزيد ربعه اخرين، وفي الاخر منين يوصل العدد اللي بغا يديرو يزيد وحده، يزيد عين، اربعه 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 ويزيد عين. اذا انا عندي هنا 21 وزدت وحده، هي 21 عين. وخدمت السطر الاول، اصلا بديتو السطر الاول خدمته مسرح. اذا هاد الزواق كدير على اربعه سطوره، السطر الاول مسرح غير عادي القدام. اذا ديروا العيون العدد ديال ملتيبل دو 4 وكيتضرب في 4 زائد 1 وزيدوا عين، وديروا سطر مسرح ونبداو. اذا السطر الثاني كيفاش غادي نبداو؟ السطر الثاني غيكون مقلوب. غادي نجي العين الاولى غنديرها مقلوبه وغنجي لهاد اللي حداها، غنهز ثلاثه العيون. شتي ثلاثه العيون غادي نهزهم في مره في القطيب ديالي، وما غاديش نخرج، غندير وحده مقلوبه وما غنخرج، وغنلوي الخيط، وغادي نعاود ثاني نخشي القطيب وندير وحده اخرى مقلوبه، وعاد نهبط هذوك ثلاثه. شفتوا؟ اذا واللي حداها غنديرها مقلوبه، عين مقلوبه، عاوتاني نرجع نهز ثلاثه، كنهز ثلاثه في القطيب بحال هكا بشويه حتى كيتهزوا لك بثلاثه، كدير وحده مقلوبه بحال ما تخرجش العيون، هادو ثلاثه يبقاو عندك في القطيب. لوي الخيط، عاوتاني خشي ودير وحده اخرى مقلوبه. اذا درنا وحده مقلوبه وزدنا عين، لوينا الخيط والاخرى مقلوبه، وعاد غادي كنهبط هادوك العيون بثلاثه. اذا ما كيضيعش الحساب ديال العيون، كيبقى هو كنجمع ثلاثه، ولكن حتى هنا كيرجعوا عندي ثلاثه. اذا العدد اللي بديت به غيبقى هو في الاخر. وحده مقلوبه ونعاود نفس الشيء، هذا السطر كامل غنمشي بحال هكا، كنهز ندير وحده مقلوبه، نهزو ثلاثه، وحده مقلوبه، نلوي الخيط، نزيد عين، ونعاود ثاني ندير وحده اخرى مقلوبه، وعاد كنهبطهم. نتمنى يكون مفهوم هذا الشيء. ها هي وحده مقلوبه، نهز هاد ثلاثه كنخشيهم، ندير نلوي الخيط باش ندير وحده مقلوبه، نثني الخيط، نزيد بحال كنزيد عين، وكنلوي الخيط عاوتاني، ندير مقلوبه. دابا انا درت مقلوبه صافي، وكنهبطهم. اللي حداهم وحده مقلوبه، كتفرق ما بين هاد الزواقه وحده مقلوبه. اذا هنا دابا شحال بقاو عندي اربعه. اذا هاد ثلاثه غادي نهزهم غنخدمهم الزواقه، ها هي مقلوبه اون جوتي، وهي ديك زايده وحده، وكندير مقلوبه وكنهبطهم. الاخرى غنديرها مقلوبه. اذا هاد السطر بديت بعين مقلوبه، بديت بوحده مقلوبه ولا اللور، وخدمت وكملت بوحده مقلوبه. السطر اللي موراه غادي نديروه كله مسرح، ما تنساو حتى شي عين، ردوا البال،
حيت دابا الا نسيتو شي عين كينقص لكم العدد ديال العيون اللي باش بديتو. ها هي القدام هادو كلهم مسرحين كنخدمهم، شتيهم هادوك الثلاثه، ها هي وديك اللي بوحدها كنديروها مقلوبه. دابا ها هما دوك الثلاثه شتيهم، هي ثلاثه. اذا حتى هادو غندير هنا مسرحه، وهذيك اللي زدت هي غتخدم مسرحه، والاخرى حتى هي مسرحه، كلهم كيتخدموا مسرحين. ردوا البال باش ما تنقصوش العيون، لان نقصوا ما غاديش يجيكم الحساب هو هذاك في الاخر. اذا هاد السطر كامل غادي نمشيوه مسرحين. هاد الخدمه كتخدم، هاد النجمه كتخدم على اربعه سطوره، السطر الاول مسرح، السطر الثاني كنبدا بوحده مقلوبه وكنديروا دوك الثلاثه هذه كيف ما وريتكم، وكنكملوه بوحده مقلوبه، السطر الثالث كله مسرح، والسطر الرابع حنا غادي نشوفوه دابا. ها هو هذا انا كملته دابا كامل، ها انا كملته معكم هذا السطر كله مسرح، غادي نقلبوه باش غنديروا السطر الرابع والاخير ديال الزواقه. اذا هذا السطر الرابع ما غاديش نبداو غير بوحده مقلوبه، غنبداو بثلاثه مقلوبين، وحده جوج ثلاثه مقلوبين باش بديت ياك. وغادي نجي للاخرين صافي. دابا غادي نخدم عادي، ها هي انا هزيت هاد الثلاثه ندير مقلوبه ما نهبطش، نلوي الخيط ونعاود ندير وحده اخرى مقلوبه صافي، ونهبطهم بثلاثه، اللي حداها مقلوبه غير وحده. وغادي نجي ثاني نهز ثلاثه ثلاثه هكا نجمعهم بثلاثه، كندير وحده مقلوبه وما كنهبطش العيون. شوف كيفاش كنلوي الخيط، كان من هنايا كندير هكا كنلويه، شتي كنجي غير هكا من هنايا وكنلويه. هي تزت عندي عينيا هنا، وكنرجع نخشي القطيف باش كندير واحد، ما عرفش بانت ليكم ولا يدي كضرب، وكندير وحده اخرى مقلوبه، هاي اللي حداهم مقلوبه. دابا عاوتاني غنوريكم نعاودها معاكم. ها هي هذه كنهزو هاد الثلاثه، شفتو انا هزاهم فوق القطيف، شوفهم فوق القطيف كنلوي الخيط باش غندير بحال غندير مقلوبه هاي، ولكن ما كنخرجش هاد الثلاثه كيبقاو عندي في القطيف. كنلوي الخيط، شتي كيفاش لويت الخيط، انا درت هكا الخيط لويته، وكنرجع ندير نخدم عاوتاني مقلوبه هكا صافي. داك الساعات كندفعهم باش كيهبطوا، وهادي مقلوبه وهكذا حتى كنكملوا السطر. هادي دابا درت مقلوبه، غادي نهز هادو عاوتاني ثلاثه هكا، ها هي حتى كنكملوا هاد السطر كامل هكا صافي. هادي ها هي كملتها، شحال بقى عندي؟ بقى عندي ثلاثه، هاد ثلاثه كاملين غنخدمهم مقلوبين. اذا السطر اللي كنبداه بوحده مقلوبه كنكملو بوحده مقلوبه، والسطر اللي كنبداه بثلاثه مقلوبين كنكملو بثلاثه مقلوبين. ها هي شوفوها نتوما، شوف الزواقه كيفاش كتعطينا، كتعطي منظر زوين، كتجي زوينه. مره غنديروها هنا مره هنا، مره نجي هنا مره نجي هنا، مني كطلع عاد كتبان. غادي نديرو هاد السطر، هذا السطر الرابع والاخير كيكون مسرح كله مسرح. وردوا البال للعيون، دوك العين اللي كنزيدوها عندك وتنساو ما تخدموهاش، شتي ها هي انا ها هي هاد العين هذا ثلاثه دائما خصكم تخدموهم، الا ما نسيتو شي وحده ولا لا طاحت لكم راه ما غادي ينقص لكم العدد وما يجيكمش الحساب هو هذاك صافي. غادي نخدمو بحال هكا. دابا هاد السطر ها هو مسرح كله كتمشيو معاه مسرح، والسطر اللي موراه غتبداو بوحده مقلوبه، تعاودوا الزواقه ديالكم من الاول حتى الاخر، وتكملوا السطر بوحده مقلوبه صافي. هكا غتبقاو ماشيين بحال كي درنا دابا. هاد الزواقه زوينه كتصلح اللي بغا سيغ، تقدروا ديروا بها دوك السنود اشارب مسدوده، تجي زوينه حتى هي، ديروها في شي تريكو كتجي زوينه. كتجي زوينه اذا، وسهله ماشي صعيبه. اذا هنايا غادي تبداو، حيت بدينا قبيله بثلاثه مقلوبين، دابا غنبداو غير بوحده مقلوبه، ونجي نعاود نفس الشيء اللي درت هكايا. هادي هي مقلوبه وما نحبطش، ونلوي الخيط ونرجع هكا. هادي مقلوبه وحده، وحده كتفرق داك الزواقه، وحده دائما كتفرق مقلوبه كتفرق بيناتهم. هادي هي عاوتاني، وهكا غتمشيو صافي.
دابا هي دابا انا خدمت شي ستوره بانت زواقه. ملي كتحطي العمل ديالك وكترجعي ليه وكتبغي تعرفي، تقدري ما تعرفيش واش دابا خصك تبداي هاد السطر بثلاثه مقلوبين ولا تبداي غير بوحده باش كتعرفي. انا كان ها باش كنعرف شتا ها هي عندي غير وحده وجاي الزواقه قريبه، معنيتها انني السطر اللي قبل راني كنت بديت غير بوحده مقلوبه. اذا هاد السطر غادي نبدا بثلاثه مقلوبين، حيت انا راني غنخدم هكا غنبدا بثلاثه مقلوبين وندير وحده وعاد نهز ثلاثه اللي كنزوقهم. اذا شتي باش كنعرفو ها هي باش كنعرف ها شتا. دابا منين غنقلب انايا الخدمه عندي الزواقه قريبه، مني كتكوني خصك تبداي بثلاثه مقلوبين الزواقه كتكون شي شويه داخله لهاد الجهه هادي اللي فيها هاد هكايا شتا. هنا دابا راه قريبه، راه باينه بلي خدمنا غير سطر، اذا قريبه قبل منها غير وحده مقلوبه. اذا ها هي قريبه قبل منها غير هادي مقلوبه، انتم هي اللي كندير مقلوبه. اذا هاد السطر غنبدا بثلاثه مقلوبين لان الزواقه قريبه، مني كتبداي بثلاثه مقلوبين الزواقه كتجي هنا كتجي لداخل شي شويه، كتجي هي كتجي بحال هكا. دابا غير باش تعرفوا ملي كتحطوا الخدمه ديالكم كيفاش ترجعوا وتعرفي راسك شنو غدير. بحال دابا انا دابا غادي نبدا بثلاثه مقلوبين لان هذه قلت كما قلت لكم هذه قريبه، اذا دونك غنبدا بثلاثه مقلوبين وعاد نجمع هاد ثلاثه باش كتجي هاد الزوقه غتجي دابا هاد المره غتجي هنا غتجي لداخل وسطر لي مور وندير مسرح وعاوتاني سطر لي مور عاد نجي ندير وحده مقلوبه وندير هكا صافي كنمشي بحال هكا. هذا مثلا هذا يمكن لك تخدميه وتكمليه ويدير دير نديرو به مثلا سنود، سنود عرفتي داك لا دير به بوندو، بوندو اللي كيغطي الودنين وهذا اللي ما كتبغيش دير البوني دير غير بحال هذا. هذا زوين شتي الخدمه ديالها شحال زوينه. يلا بالتوفيق ان شاء الله، نتمنى تكون هاد الزواقه عجباتكم وتستعملوها في شي حاجه ديالتكم. المهم الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش اللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه، واللي سميت واللي ما اللي مشترك معنا في القناه طبعا مرحبا به. سميت ما تنساوش اللايك وما تنساوش شي تعليق باش كنعرف واش راه عجبكم هادشي ولا ما عجبكمش. شكرا. كيفاش كيجيكم الشرح؟ الا كان شي حاجه ما درتهاش قولوها ليا، اللي شي حاجه كان شي خطا كنديروا باش نصلحوا باش كنزيدوا القدام. شكرا، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.